رح نحكي اليوم عن أهم وآخر الإصدارات بالكتب، وعن أكيد رح نحكي هايدي عن أهم المشكلات اليوم اللي عم يعاني منها الكتاب، إن كان من دور النشر أو كان من الوضع الاقتصادي. أكيد معلومات كتير مهمة حنفردها ضمن مساحتنا لليوم. أكيد رشا، وبيظل التطور الهائل لإمكانيات وسائل الإعلام إن كانت تقليدية أو جديدة، شفنا دور كتير كبير لوسائل الإعلام بالتعامل مع الأزمات إن كان بحلها أو تفاقمها عن طريق انتشار الشائعات يلي إلها تأثير كتير كبير. كتير من المواضيع والأفكار رح تكون موجودة اليوم بكتاب تحديات وأزمات العصر وسبل المواجهة إعلاميا، رح نتعرف عليها أكثر مع ضيفنا يلي صار ضمن الاستوديو الناقد والكاتب والصحفي علام عبد الهادي. أهلا وسهلا فيك. أهلا بكم ومرحبا. أهلا وسهلا أستاذ، وصباح الخير. صباح النور. خلينا نحكي، نبلش من الكتاب الموجود على الطاولة وهو بعنوان كتاب تحديات وأزمات العصر وسبل المواجهة إعلاميا. خلينا نحكي عن أهمية هذا الكتاب. طبعا في سياق حركة التأليف والنشر والطباعة يصدر هذا الكتاب مؤخرا تحت العنوان البارز والهام جدا تحديات وأزمات العصر وسبل المواجهة إعلاميا للدكتور وسيم زيد محمد وني. هذا الكاتب الإعلامي الناشط يطرح كتاب يعني غاية في الأهمية. لماذا غاية في الأهمية؟ لأن الإعلام الذي صار موضوعا لدى كل مراكز البحث والسياسة والاقتصاد والإعلام صار متحكما في مفاصل كثير من القرارات. صحيح. ويحكم مسار الوعي ويحكم مسار الحركة الفكرية والاجتماعية في الواقع الذي نحن فيه. كيف يتعامل هذا الإعلام مع الأزمات المستجدة؟ أهمية هذا الكتاب أنه في ظل توالي الأزمات العاصفة التي ضربت هذه المنطقة ومناطق أخرى، أو تضرب الدول، تضرب المؤسسات الإنتاجية، المؤسسات الفكرية، المؤسسات الثقافية حتى، وتعصف بحياة كثير من المرافق الهامة جدا، كيف نفسر الأزمة؟ ما يتميز به الكتاب أنه أفرد فصلا لمفاهيم الأزمات. فما هي الأزمة؟ ما خصائص الأزمة؟ ما هي دورة حياة الأزمة؟ وكيف تبدأ نموا فنضجا فتمددا، ثم كيف تواجه الأزمة، كيف تختفي الأزمة وتتلاشى؟ كذلك يتحدث عن الخصائص الكبرى التي تميز الأزمة عندما تأتي بشكل مفاجئ، وهي يعني أخطر ما في الأزمة أنها يمكن عنصر المفاجأة كتير تماما. تأتي الأزمة بشكل غير متوقع، وعندما تأتي الأزمة بشكل غير متوقع فليس لدينا معلومات، ليس لدينا موقف واضح، هناك غموض، هناك ضبابية، هناك متاهة في الموضوع، وهناك عصف. والمشكلة أن الأزمة ليست يعني يتيمة بذاتها، هي تنشأ ضمن واقع موضوعي، لكن هذا الواقع الموضوعي محكوم بفاعل ومنفعل. الجمهور الذي يتلقى أصداء الأزمة كيف يتفاعل معها؟ يتفاعل معها عبر وسائل الإعلام. فهذا الإعلام كيف يحاكم موضوع الأزمة وكيف يتعامل معه؟ ذلك ما يعرضه الكتاب بالتفصيل، والتفصيل الممل، حتى أنه يتحدث عن أنواع الأزمات وكيف تأتي ودرجات الشدة فيها. فتأتي أحيانا عنيفة، تأتي عميقة، تأتي سطحية بسيطة غير عميقة ممكن أنه نتعامل معها. فمثلا لما نتوقف عند الأزمات ويتحدث عن استراتيجية مواجهة الأزمة، فيعرض لجملة من الاستراتيجيات التي تحكم أساليب معاملتها أو معالجتها، فيقف عند أساليب تقليدية، ومنها تأجيل ظهور الأزمة، تكوين لجان لدراسة الأزمة، السماح بظهور الضغوط الداخلية للأزمة، مثلا تفريغ الأزمة عوامل أو
عزل القوى الفاعله في الازمه، اخماد الازمه، هي من الاساليب التقليديه. اما الاساليب غير التقليديه وهي كثيره، كيف تسعى المؤسسات الاعلاميه او السياسيه الى تشكيل فريق متكامل لمعالجتها، كيف تدخر الاحتياطات الموجوده لديها كي ترجئ آثار الأزمة عليها. أيضا عندك المشاركة الديمقراطية، وهذه من المسائل الكثيرة ما تكون هامة ومفيدة جدا في مواجهة الأزمات التي تعصف بنا يعني. أيضا كيف نحتوي الأزمة، كيف يتم تصعيد الأزمة، تفريغ الأزمة من مضمونها، تفتيت الأزمة ولآخره. هذا الكتاب عندما يتحدث عن الأزمة هو لا يتحدث عنها بشكل اعتباطي، إنما هو أقرب إلى منهج علم الاجتماع السياسي في معالجة الأزمة. فهو لا يتحدث عنها بلغة إنشائية، ولا يأتي بكلام فيه سرد خارج الموضوع. الكتاب الذي هو من القطع الوسط ويقع في 128 صفحة، يأتي على فصلين. الفصل الأول يعالج موضوع الأزمة، فالفصل الثاني يتحدث عن الإعلام وكيف يكون الإعلام متحكما بمفاصل الأزمة وكيف ينتج موقفا جديدا وقادرا. فيعرض مثلا لوسائل الإعلام المتعددة، المقروءة، المسموعة. هون بدنا نسألك أستاذ، يعني بالنسبة للعلاقة بين هاي الوسائل، إن كانت مسموعة، مقروءة، مرئية، إن كانت تكنولوجية، اليوم كل وسيلة من الوسائل كيف ممكن عم تتعامل مع الأزمات؟ من الأكثر انتشار اليوم؟ من الأكثر تأثير؟ طبعا يعرض الكتاب للوسائل الأساسية التي هي المقروء والمسموع والمرئي، ويعرض الكتاب لخصائص كل وسيلة إعلامية، والوسائل الإعلامية لها جمهورها. فعندما يتحدث عن المقروء ويركز عليه ويعتبر أنه هو صاحب الأهمية الكبرى في هذا الموضوع، وهنا يأتي على مفارقة مهمة جدا، أن وسائل الإعلام هي قديمة في الظهور وتعمل منذ عقود طويلة، ولكن هي أيضا تواكب التطور التقني والتكنولوجي والمعلوماتي، فهي تستفيد من كل الثورة المعلوماتية، وتدخل هذه التكنولوجيا في صلب عمل وسائل الإعلام وفي تفاصيل أدائها لرسالتها في الواقع. فعندما يعرض الكتاب لهذا الموضوع ويتحدث عن التكنولوجيا، فيتحدث عن المقروء، أن المقروء الآن هو عمل يستلزم إلى جهد مسبق وطباعة وتنضيد وتوزيع ولآخره. ثم عندك الإعلام المقروء ولكنه المفرغ على أو محمل على التطبيقات الإلكترونية. فعندما يتحدث عن الإعلام المقروء يؤكد إلى أهميته والفارق بينه وبين الإلكتروني. فعند الإلكتروني أنت لا تستطيعين أن تستفيدي في التحليل. فالإعلام الإلكتروني مثلا تأتيك رسالة أو يأتيك خبر أنه حدث أمر ما في مكان ما، حدث وقع حادث أو وقعت عاصفة ثلجية ما أدت إلى إلحاق أضرار بليغة بمزروعات ما، وهذه عندما يعدد الأزمات، فالأزمات متعددة الاتجاهات والموضوعات وكذا. أو عندما يتحدث عن مثلا نقول انهيار منظومة مالية ما، الإعلام الإلكتروني يعطيك الخبر، لكن الإعلام المقروء هو يعطيك ما هي خلفيات الخبر، فيأتي بالخبر بتفاصيله، بوقعه، بأزمانه، أبعاده، بكل ما يتعلق به، ويستفيد في التحليل. فهو قادر، لأنها جريدة أو مجلة، هي قادرة على أن تحمل مزيدا من التفصيل ومزيدا من الإيضاح ومزيدا من تحميل الرسائل إلى القارئ المتلقي. فالقارئ يعتمد على المقروء أكثر في تشكيل معلومة معرفية كاملة حول ما حدث من أزمات تحيط به، بينما الإلكتروني لا يستطيع ذلك. يعني نحن مثلا في سوريا لدينا التطبيق الأمثل هو الفيسبوك والأهم، في حين أن التطبيق الأمثل في دول مجاورة هو تويتر.
رغم أن التويتر هو محدود المساحة بموضوع الكلام، لا تستطيعين أن تستفردي في شرح موضوع ما، لكن على الفيس أنت تستطيعين أن تستفيدي، ولكن القارئ لا يقرأ على الفيس موضوعا طويلا. صحيح. هذا يتطلب من الإعلامي أن يكون قادرا على ابتكار أسلوب وطريقة جديدة في الأسلوب، في التحرير، في التأليف، في عملية الاختزال المكثف. نحن نختزل في الصحافة العادية، لكننا في الإلكتروني نحن بحاجة إلى اختزال كثيف جدا لكي نأتي بمنشور أو بمقال فيسبوكي كامل العناصر، كامل العناصر بأقل الجمل أو بأقل السطور الممكنة. طيب خلا نحكي، ذكرت حضرتك مثال، قلت لنا انه ممكن نسمع بانه انهيار بنا بمكان ما او شيء عاجل صار بشكل طارئ بمنطقه ما، وهذا الخبر هو عاجل او ازمه طارئه. من خلال اطلاعك على الكتاب وبنظر الكاتب، كيف اعلاميا راح لمعالجه الازمات الطارئه؟ هلا الازمات الطارئه، اولا يعني عندما نقول أزمات طارئة وهناك أزمات كثيرة حدثت في الآونة الأخيرة. صحيح. يمكن طرح أمثلة، هو الكتاب لم يأخذ أمثلة في السرد لأنه هو يعالج الموضوع من وجهة نظر إدارة إعلامية، وإدارة إعلامية تتعلق بإدارة الأزمة. يعدد هو مثلا يقول لك وفيات، غرق أراضي ومباني، لآخره، تلف مزروعات كذا لآخره، انهيار بورصة كذا لآخره. لكن في الأزمات السياسية العاصفة كما حدث، تكون هناك صدمة على الإعلام بحد ذاته، فكيف يستوعب الإعلام الصدمة أولا؟ هذا شفناه بست شباط، يعني بكارثة الزلزال. يعني كارثة الزلزال هي أقرب حالة من الحالات. صحيح. مثلا إذا بدنا نرجع للسنوات السابقة فنقول مثلا كيف تفاعل الإعلام مع عملية تحرير جنوب لبنان مثلا، أو كيف تعامل مع حدث اغتيال الحريري. هذه أزمة حقيقية يبنى عليها ما ذهب إليه الكاتب في كتابه حول معالجة الأزمات. فيكون لديك أزمة كبرى، كيف أنا أحرف هذه الأزمة عن مسارة، أو كيف تتفرع عن الأزمة أزمات تستمر زمنا طويلا. ورأينا أن أزمات كبرى كذلك الأزمات التي حدثت في البلد، يعني كموضوع الإرهاب الذي عصف بالبلد، وكيف تعاملت معه وسائل الإعلام، وكيف الإعلام المعادي أيضا يضخ جملة من المفاهيم والمصطلحات ونقع نحن في فخها. حتى لا نقع في فخ ما يراد له الآخر، اقترح الكاتب تشكيل ما يسمى بهيئة أركان إعلامية، وهذا أنا ما كنت أقول عنه منذ زمن طويل، بأن في المؤسسات الإعلامية المركزية أن يكون هناك مركز دراسات، مركز أبحاث، مركز علمي ضمن وسائل الإعلام أو وزارات الإعلام، لكي تحكم هذه الظواهر ولا تنساق في استخدامها لمفردات يستعملها الإعلام المغرض أو الإعلام المعادي ونقع نحن في فخها. وهذا حدث كثيرا. فمثلا نحن لا يجوز أن نقول مثلا الإرهاب التكفيري، هل هناك إرهاب غير تكفيري؟ الإرهاب إرهاب. لا يجوز أن نقول مثلا الحرب الكونية على سوريا ليست حرب كونية، نقول عدوان، وهي والسوريون خاضوا حربهم على العدوان الممارس عليهم في هذا العصف الكبير. فكثير من المطبات التي يقع فيها الإعلامي أو يقع فيها الوسيلة الإعلامية دون التفكر، الكتاب يطالب ويشير إلى ضرورة الخروج من مطب هذه الأزمات. لذلك هو يركز عند حديثه عن التكنولوجيا، يركز على الكادر البشري، وأن التطور التكنولوجي الذي شهدناه في العقود الأخيرة لم يلغي دور الكادر الإعلامي المشبع بالرؤية، القادر على أن يصيغ موقف
ويستطيع من خلال وسيلته الإعلامية أن يوجه الرسائل للقوى المختلفة، نعم، لقوى الأزمة، وأن يفكك ويفتت ويخمد ويضعف الأزمة التي تعصف بمؤسسته أو ببلده أو بمنظمته. أكيد. يعني بنهاية حديثنا معك بدنا نشكرك كثير، الصحفي والكاتب والناقد علام عبد الهادي، أهلا وسهلا فيك، نورت صباحنا. شكرا لحضورك وبالتوفيق لكل الكتاب، وإن شاء الله هيك بشوف دائما كتب بيكون بتسلط الضوء أكثر على موضوع المؤسسات الإعلامية كرمال نقدر نتلافى الأخطاء اللي مرقت فيها سنوات يعني السابقة. طبعا يعني هذا موضوع من المواضيع الشائكة والصعبة جدا، ويستحق الكثير من الحديث، صحيح، ولا يمكن الإحاطة بدقائق قليلة بكل هذا الموضوع. إن شاء الله بصباحات أخرى حيكون لنا استضافات تانية لحضرتك ونتوسع أكثر بهذا الكتاب وغيره من الإنجازات الأدبية. شكرا لك أستاذ، أهلا وسهلا بحضرتك.